أكد أستاذ العلوم السياسية أحمد يوسف أن جلسة الحوار الوطني المتعلقة بالحريات الأكاديمية وتعزيز التعاون مع جامعات الخارج كانت حافلة بعدد من الموضوعات شديدة الأهمية. وأضاف يوسف أن الهدف من الحوار هو دراسة التحديات القائمة بما يدفع للوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجه الدولة. جلسة الحوار المتعلقة بالحريات الأكاديمية وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية وجامعات الخارج كانت حافلة بعديد من الموضوعات شديدة الأهمية، ومنها هذا الموضوع، لأنه طبعا يجب أن نعترف أولا أن التعاون مع الجامعات العربية والأجنبية من شأنه أن يعني يساعدنا على مزيد من التطوير، خصوصا بالنسبة للجامعات المتقدمة في الخارج التي حققت طفرة معينة، وبالتالي فإن التعاون عموما مطلوب، والتعاون في هذه الظروف مطلوب أكثر. ولذلك اهتمت الجلسة بأن تناقش كيف يمكن تعزيز هذا التعاون وإزالة المعوقات التي يمكن أن تعترض.